لماذا رفض الله عز وجل من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه؟ إخواني في الله، ينبغي لنا أن لا تأخذنا العواطف، ولو كان الدين بالعاطفة أو بالذوق لهلكنا، ولكن الدين شرع موحى من عند الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فبالتالي أيضا حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله ماذا؟ تبرأ منه. فالأمر ليس بالعاطفة. فهنا والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام عدو لله، فلا يقال وين العاطفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك إخواني في الله فيما يتعلق بأبوي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم: إن أبي وأباك في النار، وأيضا: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. وبالتالي ليس الأمر بالعاطفة، وإنما هو بتقرير الشرع. وعلي فنقول أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا بالمسلمين، ومن ليس بالمسلم فهو في النار، عافانا الله وإياكم من النار. الآن هناك سندخل في سجال ونقاش، هل هناك من الكفار من يخرج من النار ويدخل الجنة؟ النصوص الصريحة تبين أنه لا يدخل الجنة إلا إيش؟ المؤمن، إلا الموحد، وفقد حرم الله عليه الجنة. وبالتالي لئن أشركت لأحبطن عملك. والنصوص الصريحة القوية الواضحة أن من أشرك بالله وكفر بالله فهذا إخواني في الله هو من أهل النار. وقد يقول قائل: هل هناك عذاب دون إقامة الحجة؟ الجواب: لا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولكن الذي حدث أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان من أولئك العرب وصلتهم دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يؤمنوا. وعم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مات مشركا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله، ومع ذلك مات على الكفر. إذن ليس الأمر بالعواطف ولا بالأشياء. وإن كنا يعني إذا أردنا أن نحكم الذوق والعقل والعاطفة فلم نستجب إلى النصوص، وهذا لا يرضي رب العالمين. ونحن مطالبين: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.